الفيديو ده برعاية وفر اكس. وفر اكس هو موقع هيرجع لك جزء من فلوسك لما تشتري عن طريقه من المواقع اللي انت متعود تشتري منها زي سوق وجوميا وامازون وغيرها. وفر اكس موقع مش عشان تكسب منه فلوس، ده عشان توفر اكتر على مشترياتك الاونلاين. فمثلا لو هنشتري موبايل من سوق او جوميا، هندخل على موقع وفر اكس ونختار سوق او جوميا، على طول هيدخلنا على المواقع العادية اللي متعودين عليها اللي هي سوق وجوميا، ندور على الموبايل اللي عايزينه ونشتريه بالطريقة العادية جدا بتاعتنا. وفورا اول ما تتم عملية الشراء هنرجع تاني موقع وفر اكس، هتلاقي نسبه من فلوس الموبايل او اي حاجه انت اشتريتها من سوق او جوميا اتضافت في حسابك، وكمان هيجي لك ايميل ياكد يقول لك ان الكاش باك اتضاف في حسابك. سحب الفلوس دايما بيتم في يوم 15 في الشهر كل 3 شهور. جربوا الموقع ده، مفيد جدا وهتوفر في اي حاجه انت هتشتريها اونلاين. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو ده، انزل تحت اعمل لايك لان في مشكله في النوتيفيكيشن او في مشكله في الفيديوهات انها توصل للناس في الفتره اللي فاتت دي. وفي الفيديو ده انا هقول على افضل موبايلات تشتريها في 2019 في جميع الفئات، تقريبا من 2000 جنيه تقريبا او 2500 جنيه لغايه 16000 او 15000 جنيه. وكمان انا عامل لكم مفاجاه جامده جدا جدا في الفيديو ده، ان اي موبايل انا هقوله او اي موبايل هذكره في الفيديو ده هيطلع لواحد فيكم جيف اواي ان شاء الله. فعشان تدخل جيف اواي حاجتين بالظبط سهلين جدا، ان انت هتروح على صفحتي على الفيسبوك تعمل لايك، وكمان هتروح على الانستجرام تعمل فولو. الجيف اواي دي مش شرط خالص ان انت تعمل سبسكرايب على القناه، فما تعملش سبسكرايب على القناه عشان تشترك في الجيف اواي، لا انت هتروح على الانستجرام وعلى الفيسبوك بس. المهم خلينا نبدا في الفيديو. اول فئه انا بختارها هنا وهي ال 2500 جنيه. 2500 جنيه انا بختار هنا الريلمي 5 العادي مش البرو، النسخه ال 3 جيجا رام 64 جيجا. انا كنت عملت له ريفيو ممكن تشوفوه من الاي اللي فوق دي او هنا مش عارف فين، ولكن الريلمي 5 الحقيقه بيديك امكانيات خرافيه جدا جدا بالنسبه لسعره. بطاريه 5000 ملي امبير، سناب دراجون 665، شاشه كبيره 6.5 بوصه بدقه اتش دي بلس، وكمان الكاميرات بتاعته ممتازه جدا، الكاميرا الاماميه بتاعته ممتازه. فبيديك باكج او بيديك كومبو كده في امكانياته بالنسبه لسعره. ف 2500 جنيه انا بختار الريلمي 5 العادي. نيجي على فئه ال 3000 جنيه، وبرده هنا هيكون الاختيار على الريلمي 5 العادي، ولكن هنا نسخه ال 4 جيجا رام 64 جيجا ذاكره داخليه، برضو نفس الجهاز هيديك امكانيات خرافيه جدا بالنسبه لسعره، ولكن بالاضافه لل 4 جيجا رام، فدي حاجه كويسه جدا جدا بالنسبه للسعر 3000 جنيه. هنيجي هنا بقى على ال 3500 جنيه، وانا هنا بختار الريلمي 5 برو. ريلمي 5 برو بيديك امكانيات بالنسبه لل 3500 جنيه اللي انت بتشتريها حاجه ممتازه جدا جدا. هيديك شاشه ممتازه جدا بدقه فول اتش دي بلس، هيديك السناب دراجون 712، هتشغل عليك كل حاجه واي العاب انت هتلعبها، بيديك بطاريه بسعه 4000 ملي امبير، بيديك الشحن السريع من خلال اليو اس بي سي، وكمان بيدعم الفوك تشارج او تقنيه الفوك تشارج للشحن السريع، بالاضافه لكاميراته اللي هي خرافيه اوريدي، والكاميرا الاماميه برده كويسه جدا. فالريلمي 5 برو هو افضل موبايل برده في فئه ال 3500 جنيه وثانيه واحده، ومعايا جهاز ريلمي 5 برو هيطلع لواحد فيكم ان شاء الله. فما تنساش لو عايز تشترك في المسابقه، هسيب لك لينك المسابقه تحت في الديسكربشن او في صندوق الوصف بتاع الفيديو. كمان لسه ما مشيناش من فئه ال 3500 جنيه، ومعانا موبايل ممتاز جدا برده ما يقلش اي حاجه عن الريلمي 5 برو، واللي هو شاومي النوت 8 برو. شاومي النوت 8 برو الحقيقه بيديك معالج كويس جدا جدا، معالج سريع، هيديك شاشه برده بدقه فول اتش دي، الحواف بتاعتها رفيعه، هيديك بطاريه بسعه 4500 ملي امبير، برده جايب اليو اس بي سي، وجايب الشحن السريع، جايب باكج برده كويسه جدا، زياده طبعا لكاميراته اللي هي بتيجي بدقه 64 ميجا بكسل. عملت له ريفيو ممكن تروح تشوفه من الاي اللي فوق دي عشان تعرف عنه كل حاجه، ولكن الشاومي النوت 8 برو الحقيقه اختيار ممتاز جدا جدا. وبرده زي ما تعودنا انا معايا جهاز شاومي نوت 8 برو لواحد فيكم، هيروح لواحد فيكم ان شاء الله. فزي ما انا قلت لكم اللينك في الديسكربشن عشان تشترك في المسابقه. نروح على ال 4000 جنيه ل 4500 جنيه، وهيفضل برده الشاومي نوت 8 برو والريلمي 5 برو هم اللي متصدرين المشهد الحقيقه، لان هم يعني امكانياتهم بالنسبه لسعرهم يا جماعه حاجه كويسه جدا جدا. ولكن المره دي هتبقى النسخ العاليه منهم، يعني بالنسبه للريلمي 5 برو هيجي بال 8 جيجا رام 128 جيجا، وبالنسبه للنوت 8 برو هيجي بال 6 جيجا رام 128 جيجا. ولكن لو انت بتفكر في موبايل ب 4000 جنيه ل 4500 جنيه وعايز تبقى شاشته كامله، وعايز تبقى الكاميرا الاماميه بتطلع بموتور وبتاع وحركات يعني شكله
احلى، ولكن هو امكانياته اقل منهم، وهو الاونر 9X. ومعايا نسخه اونر 9X واحده هتطلع لواحد فيكم طبعا زي ما احنا عارفين، واللينك في الديسكريبشن، مش محتاج اقول كل مره الكلام ده. هنيجي على فئه ال 5000 جنيه، وللحقيقه انا ما لقيتش فيها حاجات كويسه قوي، او ما لقيتش فيها حاجات امكانياتها اعلى من اللي فات. يعني اللي فات اللي هو 4500 و4000 والكلام ده، يعني قفلوا الفئه ال 5000 الحقيقه. ولكن في ناس ما بتحبش ان هي تجيب موبايلات من شركات مش معروفه قوي، هي طبعا ريلمي وشاومي شركات كبيره، ولكن في ناس لغايه دلوقتي ما بتحبش تجيب من الشركات دي، وعايزه شركات معروفه او شركات هي ضمناها او مجربه الموبايل بتاعها قبل كده. وعشان كده انا اخترت اختيار غريب عن الناس، محدش هيتوقعه، وهو البي 30 لايت، النسخه الجديده اللي هي بتيجي ب 6 جيجا رام، 128 جيجا، وكمان الكاميرات بتاعتها اللي هي 48 ميجا بكسل. طبعا البي 30 لايت النسخه القديمه انا عملت له فيديوهات كتير وقلت ان هو كقيمه مقابل سعر مش قوي، ولكن الجديد ده 6 جيجا رام مع 128 جيجا، كاميرات 48 ميجا بكسل، عندك بطاريه معدله، عندك اليو اس بي سي، عندك الشحن السريع، عندك الموبايل نفسه مصنوع من الازاز والمعدن، فعندك حاجه بريميوم جدا، هتمسك حاجه كويسه ومن شركه الى حد ما الناس برضو بتثق فيها وكده، واللي هي هواوي. فالمفاجاه هنا ان انا معايا 2 بي 30 لايت هيطلعوا لاثنين فيكم، مش محتاج بقى اقول ان البتاع في الديسكربشن الحقيقه، خلاص كده. فبي 30 لايت في فئه ال 5000 جنيه. هنطلع من فئه ال 5000 جنيه نروح فين تاني؟ انا ما اعرفش الحقيقه، ولكن 6000 جنيه مفيش حاجه قوي في دماغي، مفيش حاجه ان انا ارشحها ب 6000 جنيه. موبايلات كلها بقت خلاص قريبه من بعض جدا، الفروقات اللي انت هتدفعها دي في حاجات بسيطه، وممكن تاخد كمان امكانيات اقل بالسعر اللي فات. ولكن هنيجي نقف كده عند محطه ب 7000 جنيه، واللي هو الاونر 20. الاونر 20 انا كنت عملت له فيديو ممكن تشوفوه من الاي اللي فوق دي، ولكن الاونر 20 هو حرفيا موبايل فلاجشيب بيديك امكانيات عاليه جدا جدا بالنسبه ل 7000 جنيه اللي انت تدفعها. دلوقتي بتاخد الكيرن 980 اللي هو المعالج اللي موجود في كل الفلاجشيبات بتاعت هواوي واونر، عندك 6 جيجا رام، عندك الذاكره الداخليه 128 جيجا، عندك الشحن السريع بقدره 24 واط، عندك يو اس بي سي طبعا، الموبايل مصنوع من المعدن والازاز، الموبايل بيجي بشاشه كامله ما فيهاش بس غير الخرم بتاع الكاميرا، والكاميراته بيجي باربع كاميرات، وكاميراته الصراحه ممتازه جدا. فالموبايل هنا هو بيديك الصراحه باكج كامله، او هو حرفيا موبايل فلاجشيب بسعر موبايل متوسط او قرب لسعر الموبايلات المتوسطه، واللي هو 7000 جنيه. وكالعاده انا معايا واحد ليكوا جيف اوي ان شاء الله. نمشي من ال 7000 جنيه لغايه ما نوصل لل 10000 جنيه، الجاب او الحته اللي هي ما بين 7000 جنيه ل 10000 جنيه ما فيهاش حاجات قوي كتيره يعني، ولكن 10000 جنيه انا برشح لك الحقيقه الاونر 20 برو. الاونر 20 برو نفس امكانيات الاونر 20 زياده للكاميرات الخرافيه بتاعت الاونر 20 برو، زياده لان هو بيجي ب 8 جيجا رام، 256 جيجا ذاكره داخليه، زياده للبطاريه الاكبر اللي فيه اللي هي 4000 ملي امبير، وبرده بتيجي بشحن سريع، وهتاخد ديزاين اجدد من الاونر 20، وهتاخد امكانيات اعلى بشكل عام من الاونر 20. فالحقيقه افضل موبايل ب 10000 جنيه هو الاونر 20 برو، ومازال هو فلاجشيب فعلا بسعر 10000 جنيه. فانت لو بتدور على موبايل ب 10000 جنيه انا ما لقيتش اكتر من الاونر 20 برو، وكالعاده طبعا موبايل واحد اونر 20 برو ليكو كجيف اوي. طبعا انا في الفيديوهات دي عاده ما بعديش ال 10000 جنيه عشان مش كتير قوي، او السيجمنت بتاع الناس اللي بعد ال 10000 جنيه دي مش كتير قوي، كلنا طبعا مهتمين بالفئات المتوسطه او الفئات المتوسطه العاليه زي الاونر 20 والاونر 20 برو والكلام ده. ولكن ملك المشهد النهارده واكتر حاجه او اغلى حاجه انا طلعتها جيف اوي في القناه، وهو اوبو رينو. هتستغربوا الحقيقة ان انا اخترت الاوبو رينو، ولكن الاوبو رينو هو جاي بشاشه كامله نهائي، كامله مكمله، والديزاين حتى بتاع الكاميرا اللي بتطلع بموتور ديزاين مختلف نهائي عن الناس. الموبايل ده كمان فيه كاميرا بقدره 10x زوم او 10x زوم، تقدر ان انت تزوم 10x او تزوم 10 مرات من غير ما تخسر الكواليتي الصوره. شاشته سوبر اموليد، فيه بصمه تحت الشاشه، 8 جيجا رام، 256 جيجا مع المعالج اللي هو سناب دراجون 855. الموبايل الماتيريالز بتاعته والخامات التصنيع بتاعته خرافيه، طبعا فلاج شيب، موبايل بطاريته ممتازه جدا، شحن سريع فوق. فالموبايل ده بيقدم كل حاجه، وكمان اكتر حاجه شداني للموبايل ده وهي الشاشه الكامله، واللي من غير ايدج، ولكن هي شاشه كامله من غير حواف نهائي، من غير اي حاجه. بصراحه تجربه مشاهده الفيديوهات على الموبايل ده، وتجربه استخدام الموبايل ده كله ككل، يعني اللي هو استخدامه في الالعاب، في الفيديوهات، في اي حاجه، الحقيقه ممتازه جدا. ولاول مره زي ما انا بقولت لكم هطلع جيف اوي بالقيمه دي، وهو الاوبو رينو 10 اكس زوم، هيطلع لواحد فيكم ان شاء الله.
الله. وبكده تكون وصلنا للنهاية. حابب اقول لكم اللي عايز يكسب هيدخل تحت في الديسكريبشن او في صندوق الوصف عشان تدخل الجيف اوي. هي حاجات بسيطة جدا، ما تعملش سبسكرايب للقناة، هي بس انا محتاج منك ان انت تروح تعمل فولو على الانستجرام ولايك على الفيسبوك عشان تدخل المسابقة. وعموما هتلاقي اللينك بتاع المسابقة او الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف لو عايز تشترك. كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.